بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، صباح الخير مرة ثانية. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة في موضوع Surface Engineering. محاضرة اليوم بعنوان Mechanical Surface Treatment أو Mechanical Surface Engineering. ومن السلايد الأول أنا أفضل أنه نروح باتجاه التريتمنت في هذه المرحلة. ما قلنا أو ما ذكرنا كلمة كوتينج، وهذه نوهنا لها في المحاضرة الأولى والثانية أيضاً. والفرق كبير شباب بين ما أقول كلمة تريتمنت وأقول كلمة يعني سيرفيس تريتمنت أو أقول سيرفيس كوتينج. المعنى واضح لكل واحد منهم، لكن الفرق كبير بين المصطلحين. مثل ما اتفقنا أنه كلمة تريتمنت أو تريتمنت أو مجموع العمليات تجري على السطح، ليس بالضرورة من أذكرها ليس بالضرورة أن تتضمن عملية كوتينج. لكن من أقول كلمة كوتينج يجب أن تكون هناك طبقة طبقة إضافية على سطح المعدن الأصلي أو المادة الأصلية. بمعنى أني دا أروح باتجاه A to B أو B to A مثل ما اتفقنا، بمعنى عندي سطح جديد راح يصير على السطح الخارجي. أما كلمة تريتمنت تتضمن عملية طلاء وقد لا تتضمن أيضا عملية طلاء، وممكن الحالتين سوى ممكن أناور بيهن لهذا الموضوع. لذلك تريتمنت هي حقيقة أوسع بكثير من كلمة كودينج. ميكانيكال سيرفيس تريتمنت، أتمنى طلعتوا على المحاضرة اللي نزلت سواء هذه أو باليوتيوب. عمليات واسعة للغاية، لكن أريد أنوه أيضا على شغلة جدا مهمة. كل ما تنذكر عملية الميكانيكال سيرفيس تريتمنت، أريد بالك كمهندس مواد يروح دائما باتجاه المعادن. السبب لذلك الآتي، أنا هنا دا أستخدم مثل ما ذكرت بالمحاضرة دا أستخدم جهود ميكانيكية. هذه الجهود الميكانيكية غايتها هو إحداث تغييرات ميتالورجية في السطح الخارجي. هدفها إحداث تغييرات ميتالورجية في السطح الخارجي. لذلك إذا أجاك سؤال أو إذا تم الاستفسار من عندك أنه لماذا في موضوع الميكانيكال سيرفيس تريتمنت اللي راح نمر عليها هذه العمليات الواسعة أو الكثيرة، ليش دائما بالنا يروح باتجاه المعادن وخصوصا باتجاه معدن الحديد وسبائك او الستيل بصوره عامه؟ السبب الحقيقي وراء هذا يعني انه اني الجهود الميكانيكيه استغلها هنا في احداث تغييرات ميتالورجيه في السطح الخارجي. ومن خلال المحاضره راح يجيك الجواب الصريح لهذا الموضوع، انه هذا كل العمليات اللي راح نشوفها او اللي راح نمر عليها خلال هذه المحاضره هدفها الاساسي هو بواسطه الجهود الميكانيكيه وبواسطه احداث هذه التغييرات على السطح الخارجي ميتالورجيا، هو ده يستغل في نقطه معينه في تتصف بها المعادن اللي هي من يقدر يحدد لياها تحديدا صفه معينه بالمعادن دا أستغلها في سبيل إحداث هذا التغير الميكانيكي على السطح أو في سبيل إحداث هذا التغير الميتالورجي على السطح الخارجي. حد يقدر من عندكم يعني يذكر اسمه بالضبط؟ سامعين بالتصليد الانفعالي؟ بالتأكيد مر عليكم من خلال سنوات الدراسة. أنا دا أستغل موضوع التصليد الانفعالي اللي يحدث بالمعادن في سبيل ترجمة هذا التصليد الانفعالي إلى تصليد على السطح الخارجي للمعدن. إذن أنا هدفي الأساسي من كل العمليات اللي راح أخذها خلال هذه المحاضرة هو إحداث تصليد انفعالي للسطح الخارجي للمعدن. هذا التصليد الانفعالي راح يترجم إلى هاردنس، راح يترجم إلى صلادة، وهذه الصلادة هي اللي تكون مطلوبة في السطح الخارجي للماتيريال. خلي في بالك هذا المصطلح تماما. طبعا هذا المصطلح ايضا اكو غير مصطلحات اضافيه راح نمر عليها خلال محاضره اليوم.
من المحاضرة من السلايد الثاني أنا رايح باتجاه الكونسبت of mechanical surface treatment. أريد أوصل لك فكرة أنه by cold working أو ما يدعى بالإلاستيك أو plastic cold working of the surface, هذا هو اللي راح يؤدي لي إلى بروز مبدأ الصلادة بالنهاية, وبالتالي أنا إذا أسبب مثل ما سمينا تصليد انفعالي على السطح الخارجي, هذا التصليد الانفعالي راح يترجم مرة ثانية إلى صلادة. هذه الصلادة هي اللي راح تكون مقاومة لأنواع الأحمال اللي راح ترتكز على القطع مالتي بعد المعاملة. بالسلايد الثالث بنروح, العمليات الميكانيكية هو مصطلح ولكن تتضمن عدة آليات راح نمر عليها اليوم, من ضمنها ما يدعى بالشوت بينينج, الووتر جيت بينينج, الليزر بينينج. هذا طبعا كلها ضمن مفردة البينينج اللي هي القصف تعني أو التغريز بمختلف أنواعه. الطريقة الرابعة هي الإكسبلوزيف هاردنينج, أيضا مرت علينا في محاضرات أخرى, وهنا نشوفها بهيئة الهاردنينج. وأيضا عندنا الألتراسونيك والرولر بيرنشينج والكوتينج العام أو الميكانيكال بليتينج أو ما يدعى بالميكانيكال بليتينج اللي تضمن عملية طلاء هم ميكانيكي وأيضا يعني خلينا نقول بايكيمستري أو تغيير السطح بإضافة طبقة جديدة. لذلك تشوف المصطلحين الميكانيكال سيرفيس تريتمنت تختلف تماما عن ما يدعى بالكوتينج أو ميكانيكال بليتينج. ذيجة تدخل ضمن مصطلح الكوتينج وهاي تدخل ضمن مصطلحات التريتمنت. واضح هذه الميزة اللي ردت أنا وهلها في البداية. أول عملية من هذه العمليات هو ما يدعى بالشوت بينينج. شوت بينينج حتى تفهم طلابنا الأعزاء, من يكون عندي سطح آني لمعدن معين, راح أقول معدن معين ما راح أقول ماتيريال, راح أقول معدن. ليش؟ لأنه اتفقنا أنه آني متخصص هنا بالمعادن. هذا المعدن راح أضف عليه أو راح يقصف بكرات فولاذية أو كرات من البورسلين أو كرات مختلفة من مختلف المواد, صلادة عالية جداً. تقف هذه الكرات ضمن حجم محدد طبعاً أو حجوم مختلفة, راح تسوي قصف على السطح الخارجي وكأنه أنا دا أطرق السطح الخارجي طبعاً بسرعة عالية جداً, وكأنه أنا دا أسوي عملية spinning أو عملية تغريز لهذه الكرات. طبعاً هذه الكرة راح تصطدم بالسطح وترجع مرة ثانية, ما راح تنغرز بالسطح. أنا ما عندي عملية implantation هنا, أنا بمعنى أنا مو غرز بمعنى بقاء هذه القطعة بالداخل أبداً, وإنما راح تسبب شغل ميكانيكي على السطح الخارجي وترتد بالاتجاه الآخر. هذا الجهد الميكانيكي هو يشبه عملية بالضبط أنت كأنه عملية الطرق. يعني هوموجينيتي على السطح الخارجي للماتيريال, هذا الهوموجينيتي هي اللي تكون مطلوبة في سبيل إحداث التغيير الميكانيكي أو التصليد الانفعالي على السطح الخارجي. مثل ما قلت العملية تضمن استخدام كرات مختلفة من مختلف المواد ومن مختلف الحجوم, عادة ما تكون من الستيل أو الجلاس أو السيراميكس أو غيرها اللي ما تنكسر, وبإمكاني عادة تدويرها مرة ثانية. يعني هي تأدي شغل معين وترجع إلى حاويتها الرئيسية وثم تخلق مرة ثانية على السطح الخارجي للماتيريال. فالعملية continuous وتضمن عملية bombardment على السطح الخارجي للقطعة. يعني لو نروح للسلايد الخامس أو اللي بعده, شوف المبدأ العام لهذا الموضوع. لو تلاحظ أنه هذه البليتة اللي عندي على اليسار في السلايد رقم 6, أنا إذا تجي عليها كرة بسرعة عالية بهيئة impact وتحدث الشغل وثم ترتد بالاتجاه الآخر, طبعاً هذا يضمن زاوية أو قد يكون أيضاً بالاتجاه العمودي. الهدف الثاني من عنده هو إحداث الكومبريشن اللي إذا تلاحظ على
الصوره الثانيه او الصوره على جهه اليمين تشوف انه انا عندي النتيجه هي عباره عن شغل ميكانيكي كانه طرق وكومبريشن يصير على طول هذا التغيير الميكانيكي، هدفه هو رفع الصلاده الى قيمه عليا الى قيمه اعلى من السطح الداخلي. لذلك هذا الجهد الميكانيكي او هذه الشوت فيننج تؤدي لي وظيفتين، تصليد السطح الخارجي لعمق محدد زائدا المحافظه على القطعه من الداخل بمواصفاتها الاعتياديه، المحافظه على الماتيريال من الداخل بمواصفاتها الاعتياديه. لذلك هي كلش محبذه مثل ما تشوف بالسلايد اللي بعده رقم 7 ايضا من الضيق الميكانيكيه والكينيتيك انرجي لهذا الموضوع. فقط للاطلاع مجرد ان اوصل لك فكره انه ما الذي يحدث. طبعا العمليه كونتينيوس بمعنى انه الموقع الواحد قد يضرب بعده كرات بنفس العمليه او قد توصل كره واحده. المهم انا عندي شغل على يكون على السطح الخارجي للماتيريال. هذه العمليه مثل ما تشوف بال يعني الجدول اللي بعده فقط للاطلاع في فقره 8 او عفوا سلايد 8، انا مجرد اوضح لك النواتج لهذا الموضوع او هذا الموضوع شنو اللي يتضمن. يتضمن بلاستيك ديفورميشن، وبعد البلاستيك ديفورميشن انا تزداد عندي صلاده نتيجه الستريسز المتولده على السطح الخارجي للقطعه. طبعا بلا شك اتفقنا انه هذا الموضوع مهم جدا بالنسبه للمعادن، ومن ضمن هذه المعادن الماده الاساسيه في هذا التطبيق هو حقيقه الستيل وقطع الجيرز، خصوصا اللي تشوفها في سلايد رقم 9 المستخدمه في الميكانيكيات المختلفه كالالات كالسيارات غيرها. طبعا هذه كلها تتضمن جيرز. الجيرز هو الناقل مثل ما اتفقنا للحركه، وافضل شيء له يعني افضل اليه له هو تصليد السطح الخارجي لمنع الاحتكاك، عفوا لتقليل الاحتكاك ولزياده السطح الخارجي حتى يعطي عمر طويل لانه بينقل نقل الحركه، والمحافظه على متانه السطح الداخلي له. لذلك الشوت فيننج او الميكانيكال سيرفيس تريتمنت واحده من اهم المواضيع المستخدمه او واحده من اهم التطبيقات المستخدمه في موضوع الجيرز. وتلاحظ عندنا تطبيقات عندنا مثل الجير الكام شيفت الكلتش والكونكشن رود والكرانك شيفت وغيرها اللي هي كلها متواجده تقريبا في الاليات خصوصا كالسياره، يعني كابسط مثال لها انه تضمن كل هذه الاليات اللي ذكرتها. لذلك تشوف السياره محرك السياره الداخلي الجير السياره والشفتات اللي موجوده بالسياره دائما يستخدم لها يعني معدن الفولاذ بأنواع مختلفة، ولكن واحدة من الطرق الأساسية اللي أنا موجودة عندي للتصليد السطحي إلى لازم يكون عندي السطح بصلادة محددة أو معينة حتى يقاوم مثل ما قلنا الاحتكاك العالي ويقاوم الوير ريزيستنت عفوا الوير العالي وأيضا يقاوم عندي الفتيل. هنا يتبادر إلى ذهني فتسؤال معين لكم أنه هذه الطريقة ملائمة، يعني أنا عندي القطعة بعد ما لو أرجع إلى سلايد سلايد رقم 6 أسأل سؤال عام. يعني من أهم التطبيقات لهذا الموضوع مثل ما قلنا هي الصلادة العالية أو تنطيني فتصلادة للسطح. لذلك أنا أخلي في بالي تطبيقات إلى واحد من أهم التطبيقات مثل ما اتفقنا هو الوير أو مقاومة البلل الميكانيكي، وأيضاً أنا أقول من أكثر تطبيقاته أو الأكثر شيوعاً لتطبيقات هذه الآلية اللي هي الميكانيكال سيرفيس تريتمنت هي الفتيج أو الكلال. أحد يقدر يقول لي ليش؟ الوير افتهمنا ليش؟ لأن أنا أزيد الصلادة وقلنا تزداد الصلادة، كل ما زادت الصلادة كل ما زاد نظريا يعني يزداد الوير ريزيستنس، لكن الفتيج ليش يزداد عندي او مقاومة الفتيج؟ ما طلابنا
هم شوية تعبانين. أحد يقدر يقول لي ليش الفتيق هنا أيضا تكون إلى مقاومة عالية وفق هذه الآلية؟ واضح السؤال شبابنا لو أنتم مو وياي؟ طلاب دكتورة سورة، الصوت واضح بالنسبة لكم؟ واضح دكتور الصوت. اوكي، اي نعم. معنى ماذا تعرفون تجاوبوا السؤال، يعني مو انهم سمعتوا السؤال. تمام. اذا هذا واحدة من الاشياء المطلوبة من عندكم او يعتبروه مثل الاجابة، ويا ريت اول واحد راح يجاوبني على الجروب راح يكون له فد شأن معين. على كل حال نوصل إلى سلايد رقم 10 من آليات البنينج الأخرى. قلنا موضوع كرات ومختلف المواد. أكو ما يدعى بالووتر جت بنينج، اللي هو يستخدم رشاش من الماء مثل ما تلاحظ بالصورة اللي على اليسار، يعني رشاش من الماء بنوزل وبضغط عالي جدا للماء. إذا سامعين مدعاة لوجود قوة ومدعاة لوجود ضغط على السطح الخارجي. هذه الآلية أنا راح أستخدمها كجت على السطح الخارجي للماتيريال، مثل ما تشوف الصورة بالوسط، الماء باللون الأزرق والقطعة مالتي باللون الرصاصي. أنا راح يجي هذا الجت راح يمشي على القطعة مالتي، راح يسبب ضغط على السطح الخارجي. هذا الضغط يستخدم كأنه أنا دا أطرح السطح الخارجي. نتيجة هذا الضغط راح تتولد عندي إجهادات، راح يتولد عندي مثل ما تلاحظ بالصورة الثالثة موضوع بلاستيك ديفورميشن على هيئة أمواج أو تموجات أو تقرحات على السطح الخارجي، وهذا هو المطلوب في زيادة الصلادة للسطح الخارجي للماتيريال. أيضا مواصفاتها موجودة في سلايد رقم 11. لو اجي اختصر هذا الموضوع، اشوف اني استعيض عن الكرات اللي قلتها بالطريقه الاولى بواسطه ضخ المياه بسرعه عاليه، وهذا البرشر قد يصل مثل ما تلاحظ الى تقريبا السطر الاول كان كاتب لك بحدود 400 ميجا باسكال. هذا ضغط عالي، ضغط كافي لتشويه السطح الخارجي للقطعه المعدنيه. الطريقه اللي بعدها اللي هي الليزر شوت بيننج. شوف كل هاني وين استخدمها، اقول شوت بيننج. شوت بيننج اساسيه تستخدم الكرات، لكن من اقول مصطلح قبلها كووتر او ليزر او غيرها، بمعنى انت استخدم اليات او ميكانيزم الليزر او ميكانيزم المياه لاحداث هذا الشوت بيننج او لاحداث هذا الانغراز او التشويه على السطح الخارجي. هنا أنا استخدم قوه الليزر، واللي اتفقنا عليها انه الليزر مو بس ينطيني نبضه حارقه او ينطيني نبضه باشعه الليزر، وانما تتضمن يعني نسميها شوك، نسميها شوك للليزر. هذه الشوك تضرب الماتيريال بسرعه عاليه، طبعا سرعه جدا عاليه، وبتاثير ممكن يكون متوسط خفيف او كبير. طبعا الكبير راح يؤدي الى حرق الماتيريال او تشويه بصوره كبيره، لكن اني مجرد استخدم الليزر كآليه لاحداث هذه التموجات اللي تشوفها على ايدك اليسار، او ما يدعى بالشوك ويف. انا دا استخدم هذه الويف كانه دا انطي نبضه، وهذه النبضه لها تبعات او لها ترددات، وهذه الترددات هي اللي تسبب لي الكومبريشن على السطح الخارجي او تؤدي لي الى احداث تشويهات على السطح الخارجي للماتيريال.
صارت عندي ثلاث آليات محددة كشوت بيلينج، اللي هي الشوت بيلينج الأساسية باستخدام الكرات من مختلف الماتيريال، والووتر شوت بيلينج، وأيضا الليزر شوت بيلينج. طريقة أخرى اللي موجودة في سلايد رقم 14 اللي هي التراسونيك بيلينج. هذا يستخدم آلية كأنه مثل آلية الدريل أو الهامر السريع جدا، يعمل بهذه الآلية، يعني يجي على السطح عندي مثل اللي أكسر به يعني السطوح أو الشوارع إلى آخره، مثل آلة تصير مثل آلة الحفر. هذه الآلة تطمن كرة بالتب النهائي مثل ما تلاحظون بالصورة، وهذا بالتب النهائي يعني نتيجة السرعة العالية باستخدام الألتراسونيك ويف أو الألتراسونيك بينينج. راح أجي كأنه دا أطرق طرقات منتظمة على طول أو على مسافة محددة. هذه الطرقات راح تسبب لي تشوه من السطح الخارجي، وهذا التشوه راح يؤدي لي إلى حدوث التغييرات الميكانيكية على السطح الخارجي. طبعاً كل الآليات تلاحظها أنه متشابهة، هدفها واحد، لكن مختلف أنواع الطاقة اللي أستخدمها. مرة أستخدم الألتراسونيك مثل ما أخذنا بالثيرمال سبراينج. الآلية هي آلية واحدة، العملية هي عملية واحدة، ولكن مختلفة التطبيقات أو مختلفة الإجراءات. مرة أستخدم مثل ما قلنا كرات بطريقة، الهدف هو شنو؟ إحداث تغيير ميكانيكي بالسطح الخارجي. فالألتراسونيك بيلينج أيضا تستخدم هذه النظرية، ولكن بميكانيزم مختلفة، مثل ما طبعاً الصورة هي تتكلم عن نفسها. طبعاً هذا يمشي على مختلف الاتجاهات اللي أنا أحددها لغرض إحداث الصلادة على السطح الخارجي أو لغرض زيادة الصلادة على السطح الخارجي. ننتقل من موضوع البينينج إلى موضوع البيرنشينج، أو اللي هو البيرنشينج يضمن وجود تدوير. يعني من كلمة بيرنشينج هي عملية تدوير، أو عملية بالضبط تشبه عمليات اللي يعني مر عليكم، اللي هي مثل عمليات الجرايندينج والبولشينج، اللي تضمن هذه الآلية اللي هي الاحتكاك العالي بين سطحين، واحد منهم صلد والثاني قليل الصلادة، راح يؤدي لي هو ليس فقط إلى إزالة بعض ما موجود على السطح الخارجي، وإنما هو يؤدي لي مثل احنا نسميه عملية فرم السطح أو فرد السطح الخارجي، بحيث يؤدي لي إلى وجود إجهادات ميكانيكية على سطح المعدن المراد إحداث التغيير فيه. هذه الآلية موجودة في أو تفسيرها موجود بالتدوير، موجودة في سلايد رقم 17 لو تلاحظوا. عندي مختلف أنواع البرنشرز، واحد من عندهم هو الرولر برنشرز اللي موجود على إيدكم اليمين، أو بصورة رقم بي مو أي. هذا بالضبط مثل الجرايندر، راح يجي راح ينزل على السطح الخارجي بسرعة عالية. السطوح مات عبارة عن رولا أو مثل التبات اللي موجودة في الآلة المستخدمة في حفر الأسنان وغيرها، وكنا شايفيها يعني تنزل رولا سريعة جدا وتؤدي لي إلى فرم السطح، أو يعني مو غرز وإنما فرم السطح تستخدم، وتشويه للسطح الخارجي للماتيريال. تزيل طبعاً كمية كبيرة مما موجود من عوالق على السطح الخارجي، إضافة إلى إحداث تغييرات ميكانيكية على السطح الخارجي، وهذه التغييرات الميكانيكية هي اللي راح تؤدي لي إلى زيادة الصلادة في السطح الخارجي. طبعاً أنواع الرولرز موجودة مثل الأفقي في صفحة أو عفواً في بي مثل ما قلت، وأيضاً أكو إلى الداخل برنشر إلى الداخل، هذا يكون من أسنان خارجية وتدخل في الثقوب اللي موجودة، لأن تعرف الثقوب يحتاج إلى آلية معينة تكون بها سلوب بحيث يدخل إلى داخل الثقوب ويعمل عمل البرنشرز. وأيضاً عندي برنشرز أو رولرز تتضمن على السطوح الخارجية، هذا يعمل مثل العجلة اللي موجودة في مخطط أي،
مثل العجلة ويفتر بسرعة عالية جدا ويجي على مختلف أنواع الأشكال، لأنه المستوية اللي شفناها بالبي دائما تبحث عن السطوح فقط المستوية أو الخارجية، لكن أنا عندي أيضا رولر إلى الداخل ورولر بكل الاتجاهات اللي يضمن السطوح المعقدة أو الأشكال عفوا المعقدة والأشكال الغير منتظمة. الهدف واحد أيضا هنا وهو إحداث تغيير ميكانيكي بالسطح الخارجي، ومن ثم زيادة الصلادة وزيادة مقاومة البلل الميكانيكي وزيادة الكلال أيضا، وأيضا في بعض الأحيان تزيد لي من مقاومة التآكل العام والتآكل الميكانيكي. التعريف لها واضح في سلايد رقم 18، أنا انطيت مجرد توضيحات لهذا الموضوع ووين تستخدم وشلون تستخدم الطريقة. هي تعتمد على التوفتنس الموجود بالسطح الخارجي، وعلى أساس يعني تعمل أول مرة بالإلاستيك ثم بعدين تحول الإلاستيك إلى بلاستيك ديفورميشن إلى السطح الخارجي، مما يزيد من صلادة القطعة الخارجية والمحافظة على القلب بأفضل يعني بمتانته وبمواصفات الأخرى. أنتقل مباشرة إلى أنا لأن سلايداتي شوية كثيرة في هذه المحاضرة، بس هي ما تختلف كثيرا عن الآليات الأولى، مجرد ترجمتها بغير أسلوب. لو تروح إلى سلايد رقم 20 ينطيك الرولر برنشين شون دي يشتغل داخليا أو شون يشتغل كذا ميكانيزم، تلاحظ أنه هاي الرولة سواء الصورة اللي على اليسار أو اللي على اليمين، أنه أنا عندي حركة دوران سريعة، وهذه حركة الدوران هي اللي تؤدي لي إلى إحداث هذا التشوه الميكانيكي. طبعا أيضا تعمل على تسوية السطح بالكامل، يعني لو تلاحظ أن السطح يمشي باتجاه والرولة تمشي باتجاه والقوة عندي نازلة بالاتجاه العمودي، فهذا راح يؤدي لي إلى مو بس تقوية الصلادة وإنما سد ثغرات كثيرة موجودة في الماتيريال، نتيجة أنه أنا دا حوله إلى بلاستيك ديفورميشن. الآلية الأخرى اللي موجودة اللي هي ما يدعى بالبلازينج أو البول بيرنشينج، لاحظها في سلايد رقم 21، آلية قديمة جدا، وأني منطيكم أصلا يوتيوب على الموضوع اللي تلاحظه أو تشوفه. تتضمن غرز كرة معينة في تجويف، إذن البلازينج تتضمن وجود القطعة يجب أن تكون مجوفة، لأن أنا من خلال التجويف راح أدخل كرة، هذه الكرة بصلادة عالية جدا راح تكون سعة الكرة أو قطر الكرة أكبر قليلا من سعة هذا التجويف أو قطر هذا التجويف. بواسطة الغرز إلى الداخل بهذه الكرة مثل ما تلاحظون بالشكل اللي موجود بسلايد 21، راح يؤدي لي إلى حدوث plastic deformation بالسطح الداخلي لهذا التجويف. طبعاً واحدة من الآليات اللي استخدمت فيها هذه النظرية هي مواسير البنادق وغيرها من التفاصيل. يمكن تسأل نفسك أنه أنا ليش أحتاج صلادة في هذه المواسير للبنادق للمسدسات وغيرها، وطبعاً هاي واحدة من الآليات المستخدمة للتصليد، مو كلها، واحدة من الآليات وخصوصا الآليات القديمة المستخدمة في هذا الموضوع. السبب الحقيقي هو أنه أنا داخل هذه الماسورة أحتاج صلادة عالية، لأن هذه تتضمن عدة إطلاقات، وهذه الإطلاقات راح تسبب لي تشويه عالي الكيفية في الداخل، لذلك أنا أحتاج أنه السطح الداخلي يكون عندي ذو صلادة كبيرة وأكثر من المتوسطة السبب حتى تستخدم لفترات طويلة ولعدة إطلاقات أو لعدة تجارب مثل ما نقول. فواحدة من الطرق المستخدمة هي هاي. أعيد الآلية بالضبط، أنه أنا أحتاج يعني مجوف، القطعة يجب أن تكون مجوفة حتى أغرز بها فترة من الاتجاه الأول وأخرجها من الاتجاه الثاني، راح تسبب لي تشويه على طول هذا القطر، على طول الاسطوانة راح تكون عندي هذا التصليد، راح السطح الداخلي لهذا الموضوع أو لهذا القطعة أو هذه المتر راح
يتأثر بزيادة صلاته وزيادة مقاومته للكلال وغيرها من التفاصيل اللي ذكرناها سابقا. بعض هذه الكرات أو هذه الغرزات، طبعا الكرة تتضمن أيضا وجود مواد يعني في نفس الغرزة بحيث تزيت لي السطح الداخلي أو تجعل سيلف لوبريكنت ممكن حتى تقلل الاحتكاك بأكثر ما يمكن، وبالتالي تنطيني السطح المطلوب خلال يعني بعد عملية التريتمنت اللي تلاحظوها. الآلية الأخرى أو الآليات الأخرى اللي هي تتضمن الكلادينج اللي مرت علينا سابقا، أيضا الكلادينج شباب يدخل ضمن موضوع الميكانيكال سيرفيس تريتمنت بمختلف أنواعها. however بعض أنواع الكلادينج مثل ما أخذناها سابقا بموضوع مستقل تتضمن وجود طبقة إضافية أو طلاء إضافي لماتيريال معين، هذا الكلادينج راح يؤدي لي إلى التصاق السطح على السطح الأساس، وأيضا نتيجة الضغط يسبب لي جهد ميكانيكي على هذا السطح الأساسي مما يؤدي إلى زيادة الصلادة على هذا السطح، إضافة إلى وجود المادة الأخرى. وأخذنا بكل تفاصيله الكلادينج بكل تفاصيله يتضمن عمليتين. خاف يجيك سؤال إنه الكلادينج هو عملية كوتينج ممكن، وأيضا أعتبرها عملية تريتمنت إذا أريد أنسبها إلى موضوع الجهد الميكانيكي اللي يحدث على السطح الخارجي. لذلك هي تتضمن المصطلحين وتدخل عندي هنا كعنصر ثانوي، والكلادينج الأساسي اللي أخذناه في محاضرة سابقة هو العنصر الأساسي. طبعا بمختلف أنواع، حتى الإكسبلوزيف هاردنينج تتضمن أيضا لو يعني تنظر للشرح مالتها وجود قطعة داخل يعني فد كونتينر معين، وهذا الكونتينر يحدث بعملية انفجار، طبعا انفجار مسيطر عليه و يعني مدى معروف من وجود هذه القطعة ووجود الانفجار داخل هذه الكونتينر راح يؤدي لي إلى زيادة الصلادة الخارجية للمادة نتيجة أنه الانفجار يتضمن وجود ضغط عالي وشوك وويفز، هذه الويفز هي اللي راح تؤدي لي إلى حدوث زيادة في السطح زيادة الصلادة في السطح الخارجي. الميكانيكال بليتنج ايضا يعد مره اقدر اعتبره ككلادينج اللي هو موجود عندي بصفحه 25، ومره اقدر اعتبره ك ميكانيكال سيرفيس تريتمنت او ميكانيكال بليتنج. الصور ممكن توضح بعض هذه الاليات، وخصوصا اللي نشوفها الواشرات اللي نشوفها على ايدكم اليمين، هذه اغلبها تصنع باي ميكانيكال بليتنج، بمعنى انه انا اخلي بليته وهذه البليته ايضا هم اضغطها يعني بواسطه الضغط راح يعني اجيب مثلا نحاس على ستيل او الومنيوم على نحاس، بواسطه الضغط وبواسطه الميكانيكيه الضغط راح يسبب احتكاك عالي بين السطحين يؤدي الى وجود تداخل بين المعدن اي والمعدن بي، اضافه الى زياده ينطيني عالية بالصلادة نتيجة الجهد الميكانيكي على السطح الخارجي. فأقدر أعتبرها كليتنج، أقدر أعتبرها ككلادينج، وأقدر أعتبرها كميكانيكال سيرفيس تريتمنت. لذلك دائما أوعز إلها بوجود الميكانيكيات، أوعز إلها بأنها تريتمنت وليست كلادينج. إلى هنا منو عنده أي سؤال طلابنا الأعزاء، أو فتشي واضح بالنسبة إله، أو فتشي ممكن أقدر أعيده إله. هدفي من كل هذا هو اختصار موضوع الميكانيكال سيرفيس تريتمنت وإيصاله إلى الطالب بهيئة بسيطة. عمليات كثيرة جدا تضمنها هذا الموضوع. أخلي في بالي دائما أنه تستخدم الميكانيكيات لزيادة الصلادة أو لزيادة الخواص الميكانيكية للسطح الخارجي للقطعة، بغض النظر عن الآلية شلون تتم، لكن أنا هدفي هو واحد. من عند أي سؤال أو أي استفسار عن الموضوع إلى هنا؟
دكتور، بس على السؤال اللي قلت ليش بطريقة الشوت بينج يزيد مال الكلال مال الفتينج نعم دكتور، وهنا يزيد لأن السطوح تكون يعني ما تستخدم هاي الطريقة لكل السطوح، وبالتالي تكون يعني خاصة يعني ما تستخدم يعني اللي تكون بيها حواف، يعني ما يمكن طريقها بهذه الطريقة، تستخدم للسطوح المستوية. قاسم، الموضوع الميكانيكال سيرفيس تريتمنت كله مو بس الشوت بيننج، اغلب عمليات الميكانيكال سيرفيس تريتمنت تزيد عندي خاصية الفتيك او تزيد عندي خاصية يعني دكتور هنا الكلال. عندنا تشوه، يعني تشوه يعني غير يس موحد زين، غير موحد يعني مما يؤدي الى شنو؟ ليش يزيد عندي الفتيك ريزيستنس؟ طبعا ليش يزيد عندي مقاومة الكلال؟ أنا هذا سؤالي المحدد. ما أعرف دكتور، بس ثاني يعني اللي اوكي. هاي يعني تشوه الشغلات ما اوكي. شكرا لمشاركتك، لكن هو مو حقيقة يعني جوابك نعم، ولكن يعني شنو السبب الحقيقي؟ أنا أريد شنو السبب الحقيقي أنه أغلب عمليات الميكانيكال، يكون السؤال واضح، أغلب عمليات الميكانيكال سيرفيس تريتمنت تؤدي لي إضافة إلى الوير، يعني إضافة إلى البلا أو مقاومة البلا أو زيادة في مقاومة البلا، خلينا هيك نقول حتى تكون صحيحة، وزيادة في الصلادة أيضا تنطيني زيادة في مقاومة الكلال. الكلال طبعا إذا يعني حتى يكون واضح لكم، اللي هو القوة المتعاكسة، يعني شلون أنا مثلا أريد أكسر قطعة من النحاس أو قطعة من الألمنيوم، أظل أحركها باتجاهين مختلفة إلى أن تنكسر، هذا هو ما يدعى بكسر الكلال. فسؤالنا كان لماذا؟ يعني ليش يسبب لي زيادة في مقاومة الماتيريال للكلال؟ anyway، أحد عنده سؤال حول الموضوع أو شيء ما واضح بالنسبة لكم؟ مطلوبة من عندكم طبعا هذه المحاضرة بالتفاصيل اللي أخذناها وبالملاحظات اللي أشرنا إلها، ما مطلوب من عندك كتكست أو أنه بالضبط أنت تحفظ النقاط المحددة، ولكن واجبك تميز لي شنو معنى ميكانيكال سيرفيس تريتمنت، وش وقت نستخدمه، ولماذا يستخدم، وشنو الميزات اللي ممكن أنه تطغي على السطح باستخدام هذه الميكانيكية أو هذه الآلية. أي سؤال ممكن يعني نجاوبه؟ ماكو أي سؤال، أي استفسار، أي ملاحظة إلى آخره؟ لا تسلم دكتور. شكرا جزيلا لكم، بارك الله بكم، كانت محاضرة يعني قصيرة المدى، لكن أتمنى ترجعوا لها مرة ومرتين وثلاثة، لأنه الموضوع ذو أهمية عالية في تغيير بعض الأفكار اللي موجودة عندكم عن الآليات المستخدمة في هندسة السطوح. كل اللي أخذناه سابقا كان يتضمن عمليات يمكن طلاء، لكن هنا أنا شفنا انه باي تريتمنت بعمليات الطرق اللي موجوده او بعمليات تشويه السطح اللي موجوده، ممكن انا ايضا اعتبرها ضمن السيرفس انجينيرنج واروح باتجاه خواص السطح الموجوده والمحافظه على القلب الداخلي للقطعه. شكرا لكم، ونلتقيكم في محاضرات لاحقه ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا مستعدين للامتحانات القادمه باذن أتمنى لكم التوفيق ومع السلامة. شكرا جزيلا للدكتور. شكرا أعزائي، شكرا شكرا دكتور. شكرا عزيزي.